السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي صالحه شانيل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده يا ربي. وقبل ما نبدا الفيديو غنقول لكم بنات كاملين دخلوا ديروا واحد جيم للفيديو باش الفيديو يطلع، لانكم ما بقيتوش كديروا جيم. ديروا جيم لان كيف ما كتشوفوا شي حاجه اللي كتفيد، بحال الحلوه اللي حطيت، بحال اللحم اللي حطيت، بحال دابا هاد الدجاج هذا ما فيهم لا جيم لا تشجيع لا والو. ففضلا وليس امرا خليوا واحد جيم الى عجبكم الامر او يعني عجبكم الشيء اللي كتشوفوا. المهم اليوم ان شاء الله بالنسبه للبنات اللي كيتخلعوا من الدجاج معمر وهذا، فاليوم دائما البساطه كنوريكم حاجه اللي بسيطه واللي ما تخلعكمش وتعطيكم نتيجه اللي زوينه وزوينه بزاف. فاليوم درنا الدجاج معمر وبواحد الشرموله اللي رائعه وواحد التقديم اللي زوين. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. غندوز معكم دابا نيشان للفيديو ونتمنى ان شاء الله. دابا بسم الله غادي نبدا معكم. اول حاجه غادي ندير لاصوص ديال الدجاج اللي غادي نرقد فيها الدجاج. قبل غادي ندير صلصه الصوجة، غادي ندير الحامض تقريبا واحد الحامضه العصير ديالها. شو كتاخذوا العصير ديالها. غادي ناخذ الثومه، غادي ناخذ الكيتشو داك الثومه مع المطارد. نتوما ديروا الكميه اللي تعجبكم على حسب الدجاج اللي عندكم. انا دابا درت على حسب 4 ديال الدجاجات. نتوما ديروا على حسب، بحال الا كانت عندكم مع دجاجه معلقه صغيره، معلقه صغيره من كل حاجه. غادي هنا درت لا موطارد، هنا غادي ندير العسل. وهنا غادي ندير التحميره، التحميره راه على اللون ماشي المذاق ولا شي حاجه، يعني راها باش تعطي واحد اللوين. وغادي ندير البزار، غادي ندير واحد شويه ديال الملحه لحقاش انا اصلا الدجاج غاسله بالملح والحامض، فما غاديش نكثرها. هو راه درت غير شويه ديال الملحه. ودابا البنات غادي نحرك كل شيء. غنحرك كل شيء، نخلط كل شيء مع بعضياته. وغادي نبدا كنشرمل في الدجاج. عرفتوا البنات الدجاج عندي كنت دايره في الفريغو وراه متلج، وراه جبدته مع 6 الصباح. وها نتوما شوفوا على التلج، شوفوا التلج صافي. وغادي نشرمل مزيان. هاد الشرموله البنات راه واعره، كتجي واعره، كتجي الدجاجه اضحك. نحاول انني نحافظ على هاد الجليده اللي هنا لان هذا راه غادي نعمرو. كنحافظ على الجليدة. وندور الشرمولة على كاع الدجاج كله، جميع الجوانب ندخل ليهم القامة اللي درت. صافي، ونبقى مستمرة تنكملهم كاملين. فانا راه ملي غسلته وقطرته شوفوا هنا بقى محافظ على داك التلج. دابا طلق داك التلج ديالو في هاد البانيو اللي كنت دايره في الفريغو. قلت انا نشرملهم دابا لحقاش الحال سخون، ولا ما يبقاو يتسناو في الحال سخون. اللهم يتسناو هما مشرملين ولا يتسناو هما ما فيهم حتى حاجه. واصلا انا راه ملي غسلتهم شللتهم اخر حاجه، شللتهم وخا غسلتهم بالحامض وبالملحه، اخر حاجه باش شللتهم بالحامض، يعني
ما غيوقع ليهم والو، غير هي الاحتياط واجب وصافي. غنكملهم كاملين هاد ربع الدجاجات اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا كيف ما قلت لكم البنات، ها هو راه تشرمل مزيان، شرملته مزيان مزيان. غادي نخليه واحد ساعه ولا ساعه ونص حتى غادي، حيت هذا تابعو في الطيبه في الفران، غنخليه واحد ساعه ولا ساعه ونص حتى غيشرب مزيان هاد الاقامه. وعاده غادي نرجع ندوز ان شاء الله باش نصاوب معكم الحشوه الروز بالكروفيت اللي غادي نعمرو بهم ان شاء الله. وها نتوما البنات، دابا غادي نبدا ان شاء الله في نوريكم العماره. هنا راه درت الروز، شوفوا البنات انا الروز اللي كيعجبني ندير به العماره هذاك اللي كيكون مهرس، ها هو هذا كيعجبني بزاف، كيجيني زوين. كيعجبنيش انا السكر كلاصي ندير به العماره ديال شي حاجه، مثلا نعمر به حوت ولا نعمر به دجاج ولا هذا، كيعجبني هذا المهرس هذا اللي تيديروه تنديروه بالروز والحليب، هذا هو اللي كيعجبني انا. المهم بلا ما نطول عليكم غادي نزيد عليه هنا الكروفيت، عندي هنا نص كيلو تاع الكروفيت، كروفيت منقي مقاد مغسول، ها هو خضر لحقاش راه مازال غادي يطيب هكا ملي غادي نعمرو الدجاجه. اصلا كروفيت راه خاصو عاد دقيقه ديال الطياب. غندير الثومه، عرفتوا هذه واحد العماره اللي واعره ما تشبعوش منها، تجي رائعه. غادي ندير، شوفوا البنات انا راه كنهز على بيديا ما ديوش عليا، ندير الهريسه. المهم الحشوه ولا العماره راه هي الهريسه، ما عرفتش واش هادشي كيتصور لكم مزيان. غندير هنا واحد نص حامضه مصيره، غندير الشامبينيون الابيض، غنمشي نجيب الشامبينيون نوار راه درتو كيتصفى. غادي ندير المعدنوس، على المعدنوس بوحدو غادي ندير الزيتون، ها هو مقطع غير نصف هكا رصاصي. غنمشي نجيب الشامبينيون نوار. هنا البنات راه خديت داك الكروفيت قبل ما ننسى، اللي نقيت خديت هذه راه الصلصه اللي غادي ان شاء الله نوريها لكم. هذه الصلصه هذه ديالي، يعني ديالي، هذه صلصه كنديرها دائما كتجي واعره. هذه هي باش غادي نرطبوا بها الدجاج اللي نبغيو ناكلو، داك اللي بغي يغطس طريف تاع الدجاج في الصلصه. هادي هنا راه درت القشور ديال الكروفيت كيتسلقوا ويطلقوا في الماء مع ورقه سيدنا موسى. صافي هنا غادي ان شاء الله غادي من بعد غنوريكم شنو غادي ندير به. ودابا البنات من بعد ما درت الشامبينيون غادي ندير مليحه، دابا غادي ندير الملحه، وحيت ما دايراش الملحه كاع ما سلقاش بها الروز، دايره غير الزيتون ها هو مالح، ودايره الحامض مصير البزار تحميره. غادي تندوق وعاد نشوف كيفاش دايره هادشي، عاد باش غادي ندير نزيد الملحه وغادي ندير صلصه الصوجا، يعني ندير صلصه الصوجا عاد نشوف مع الملحه واش نزيد واش. صافي دابا غادي نخلط مزيان هادشي، غنخلطو مزيان. غندير شويه الزيت البلديه، كيف ما كتشوفوا البنات درت الزيت البلديه، ودابا كنخلط مزيان مزيان. وغادي نجيب الدجاج مع طياب ديال الضو، ما كيديش ليا بزاف، تقريبا من ساعه حتى ساعه ونص ان شاء الله راه يكونوا طابوا. اما اللحم راه طاب. مهم ان شاء الله هاد الفيديو هذا راني حطيته في هاد القناه هادي باش تعرفوا بان هنا حتى هاد القناه ان شاء الله غادي نبدا نحط فيها الشهيوات وهذا، مره مره نحط فيها الوصفات الخفيفه الظريفه، واخا دابا هاد الشيء راه ما هو خفيف ظريف، هادشي اختراع دجاج معمر. شفتوا فيما كيبان ليا باقي بياض تاع الروز، كنحرك باش الروز كلشي يتلون والكروفيت يدور على الحشوه كامله باش ما تهزيش شي فيه الكروفيت شي لا. واما بالنسبه للمذاق راني دقتو راه هو هذاك جا بنين. صافي دابا ان شاء الله غنجيبو الدجاج، ودابا بسم الله ها هو الدجاج البنات اللي شرملناه،
راه مازال تابعه واحد الشريميله من الفوق واحد الدهينه غندهنو. بسم الله بسم الله، كندخل مزيان فراسكم البنات. راه الروز راني ما كملتش ليه الطياب، خليته فين يزيد يتنفخ، نحاول ما نكثرش بزاف، واخا انا راح احتفظ بهاد الجليده هادي غير على حساب باش نعمر الدجاج ديالي بالحشوه، كيعجبني انا كيكون عامر. وما تخموش الا شافت لي الحشوه ان شاء الله راه غادي نزين بها البلاطو. نعمر الدجيجه انتم شفتوا، وغادي ناخذ الفخيدات هادو سميتو، كنضغط عليهم من هنا وكنوسع بيديا هاد الجليده، كنحاول باش ندخل الداخل. ها انتم شوفوا بلا ما نحتاج لا كيردو لا والو، راه كيبقى ثابت، ها هو كيبقى ثابت. نجي هنا وندير باش كتبان الدجاجه راها عامره، شفتوا شويه تبان الدجاجه عامره وعاطيه العين. صافي غادي نديها ونكملهم كاملين. دابا البنات غادي ندوز باش ندير ديك لاصوص اللي ان شاء الله غادي ندهن بها الدجاجات. غادي ندير هنا واحد الضامه ديال السمك، واللي هي بغيتو ديروها ديروها، يعني حتى ماشي ضروريه. غادي ندير الهريسه، غادي ندير هنا المايونيز، وغادي نخلط كل شيء. هنا راه غير تقاد ليا صلصه الصوجة تقادات، ولكن الزبده راه غادي تحمر لي الدجاج ماشي مشكل. دونك كنخلط هكا مزيان، غنعاود لكم البنات شنو درت هنا. هنا درت الزبده، الهريسه، لا موطارد، درت ضامه ديال كنور ديال الدجاج، وغادي ندهن. دابا الفران راه كيسخن باش غادي ان شاء الله نبدا كندهن الدجاجات مزيان. هنا راني زاحمتهم حيت ما عنديش الفران كبير، ومع مشى الحال كيخصني نطيب في الفران ديال الضو باش دغيا يسربيني. دابا راني شعلته على اعلى درجه حراره، وغادي ندهن الدجاجات مزيان مزيان. نحاول انا اللي ندهنهم في الوجه ديالهم امام الجهه التحتانيه، راه مع التحمار ديال الجهه التحتانيه ديال العافيه ديال التحتانيه راه غادي يطيب. دابا هنا كندهن مزيان، وما نعاودش لكم كي تيجي محمر ومجمر، وانتم غتشوفوا ان شاء الله على عينيكم. نحاول كل شيء هذا الشيء ديال الصلصه اللي صيبت كلها ندهن بها كاع البلايص ديال كما كان شي طيب ديال الدجاج يتدهن. صافي ونغطي وندي الفران ان شاء الله. نحاول نغطي بالبابي كويسون، باش ملي يطيبوا الدجاجات ماشي يطيبوا محروقين، يطيبوا من الداخل عاده باش انا نعري عليهم يتحمروا. ندير تغطية شاملة من الفوق، نحاول هكا من الجناب بكاد الأمور.
البنات راه كنصحى براسي صورت وانا راه ما صورت والو. ها انتم البنات والله الا من قبيله وانا نشرح. كناخذوا البنجاله ونبداو. علاش قلت لكم نحتفظوا بالراس؟ وكنبدا راه يمكن لكم تضربوها غير مع النص تعاودوا النص الاخر، ولكن هاد المنظر تيجيني انا شهي اكثر، كتبان البنجاله وحتى الديكور كيعطي ديكور زوين. غادي نجي حتى من هنا نعاون، ما طحتش شي بنجاله لا ويا ويلي ويلي. ها هنا خا يكون عندك الموس يلا هما الضيال. ها انتوما بحال هكا، وغادي نبقى غادا حتى غادي كلهم ندير ليهم نفس المنظر ونرجع معاكم ان شاء الله. كما البنات كنخلي هنا راني دايره كاع ديك الخضيره وكلشي كيتفور هنا، داكشي اللي درجه الوقت زعما درجه الوقت يعني كياخذ طياب بزاف درتو لتحت بحال اللوبيا خيزو تبعتها بداك داك شنو هو داك البيض اللي قطعنا سميتو البسباس البسباس، ودرت فوق منه البطاطا ودرت فوق منه الدنجال اللي ما كيتعداش واحد 10 دقائق ان شاء الله ونحيدو. وهذه البنات راها ديك الماء ديال الكروفيت ها هو من بعد ما صفيته خليته كيوكح مزيان، شي يوكح يعني كي اللي ما كيف ما عارفش يوكح شنو يعني، هي اقلال زعما اقلال فهمتوا. وغادي نرجع لي دابا ونوريكم شنو غندير بها. هذه البنات كتجي واحد الصلصه اللي واعره وغتحماقوا عليها وتعجبكم البنات. في هاد لاصوص درت غنقول لكم بعجاله، درت الزيت البلديه، درت درس واحد ديال الثومه ها هو محكوك مزيان، غادي ندير مليحه وغندير بزيره شويه تاع البزار شويه تاع الملح باش نلسم، وغادي ندير العسل تقريبا واحد 3 المعالق ديال العسل يكونوا كبار عامرين صافي. وغادي نخلي هادشي كله يطيب مع بعضياته حتى غادي يبان ليا تقال ونشف، ماشي نشف بزاف غير يبان ليا غير تقال. هادي راه كتجي واحد الصلصه اللي واعره 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 البنات. هذه هي لاصوص اللي قلت لكم، رزتها شويه ديال المايزينا وخلطت، راه عرفتوا راه جات بنينه 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 بنينه، ما تخيلوش شحال جات بنينه. صافي انا قلت زعما نوريها لكم باش ما تقولوش ليا ما وريتيش لينا لاصوص قبل من بعد ما طابت. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا هزينا كلشي داكشي من الدار ديناه للدار الدار الاخرى دار عند خالتي، ف يعني درنا جوج فياجات في الطاكسي، جوج فياجات، فياج الاول دا داك اللحم والماعن ديال اللحم، فياج الثاني دا الدجاج والماعن ديال الدجاج، وفياج الثالث انا ديت فيه الحلوه. ثلاثه الطاكسيات والبنات اللي دينا. يلا يلا زعما هذا داكشي المهم تقريبا من ديك الخمسة ونص كان كلشي واجد وداكشي، ف جا داكشي زوين وجا بنين. فهنايا راه نسيت داك الروز اللي كان بقى ليا ديال الدجاج اللي شارط ليا نسيت ما شحرتوش، جبته هنايا شحرته وهو باش حطيت هكاك في الجناب راه غادي يبان لكم دابا. عرفتوا البنات داك الدنجال كيجا بغيتكم تجربوه، خصوصا تجربوه وما تاكلوش في نهارو، ديروه في الثلاجة وتخليوه واحد اليومين، ولكن تسدو مزيان وديروا الزيت البلدية في ديك القرعة اللي غادي تسدوها وتعالوا تشوفوا. عرفتوا هاد الحشوة تاهي كي جات خطيرة خطيرة خطيرة. فهنايا راكم عارفين جيت نيشان بجلابيتي، غسلت يدي بطبيعة الحال، غسلت يدي قول لي شنو ما تغسلياش، فداكشي قدمته دغيا دغيا وجا بنين، جا داك الدجاج فن 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 فن. ونتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه وتردوا عليا الخبر.
وهنا البنات كيكون هذا هو الفيديو ديالنا، فنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. صراحة جا واحد البلان اللي واعر وبنين بنين بنين بنات. هذاك راه مع الاضاءه داك التحمر كيبان بحال هكا، بحال يعني بحال تيبان محروق. لا راه غير التحمر غير مع الاضاءه البنات والضوء ديال النهار، داكشي علاش. فرجا واحد الدجاج اللي رائع 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 رائع، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من جيم ومن بارطاج الفيديو، من كومنتاتكم زوينه، وان شاء الله يعني مع فيديوهات اخرى ان شاء الله.